صباح خير. ايه مالكم بتبصوا لي كده ليه؟ في ايه؟ بقول لك ايه يا عادل، لو انت مصر انك تشتغل الشغلانه الغريبه بتاعتك دي يبقى في نظام في البيت جديد هيتطبق عليك. وايه النظام بقى يا هانم؟ هتنيموني في بير السلم ولا ايه؟ مثلا يعني مثلا لو عوزت تفطر هتفطر لوحدك هناك على الترابيزه دي. ايه ده؟ افطر لوحدي يعني ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وانا عندي جرب ولا يعني بهرش يعني؟ اللي ما تعرفوش ان ده كلامنا كلنا مش كلام سناء لوحدها. كلكم ماشي يا ماما. عموما بقى لما الفلوس تجري في ايدي جري كده وقت تتحايلوا عليا عشان تقعدوا معايا على الترابيزه المنفرده دي وانا اللي هرفض. نو شيري جامي يا حبيبي، انا لا يمكن اقعد اكل مع واحد حنوتي زيك يعني. حنوتي؟ ماله الحنوتي؟ في يا حماتي، والحنوتي ده مش بني ادم زينا عادي يعني. بص بقى علشان ما نتخانقش انا وانت ونقول ايه وقال، انا هتفرج على التلفزيون. افتح التلفزيون يا بنتي. ايه الحياه حلوه دي؟ ايه الفل الوحش ده على الصبح؟ اقفلي. ايه هنقعد نسمع الحياه حلوه؟ لا يا اخوانا ده ضد شغلتي. ها يا رمزي، ها عملت ايه؟ اتفقت مع الراجل؟ ماشي كويس. طيب انا هاجي لكم على الكافيه. ايوه يا ابني هجهز واجي لك على طول. يلا سلام سلام سلام. ها رايح الكافيه على الصبح ليه؟ في واحد مات وجابوا لك خبره؟ لا حضرتك، في حنوتي هيجي يعلمني اصول الشغلانه. يلا سلام. لا سلام ايه بقى؟ وحدوه. لا اله الا الله.